الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، امتن الله تعالى به على المؤمنين وبعثه رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن السلام عنوان الإسلام وشعاره، وهو دعوته ومنهاجه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لدواعي السلام إذا لاحت أماراتها في الأفق. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ولإشاعة السلام وإفشائه بين العباد وغرسه في القلوب، حبب الله عباده في السلام فجعله اسما لذاته العلية. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وجعل السلام اسما لدار كرامته، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وجعل السلام تحية عباده الصالحين في الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وجعل السلام تحية لجميع رسله وسلام على المرسلين. وجعل السلام مفتاحا لدخول البيوت. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. والسلام هو التحية التي يتبادلها المسلمون في اليوم ملايين المرات بقولهم: السلام عليكم. والسلام هو الكلمة التي يختم بها المسلم صلاته قائلا: السلام عليكم. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته دعاء جامعا لأبعاد السلام، حتى تعيش مع السلام على اتصال دائم بمعانيه. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انصرف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وتكرار هذا الدعاء عقب كل صلاة يؤكد على استمرار وأصالة السلام في حياة المسلم. أيها المؤمنون، وقد فتح الإسلام باب السلام على مصراعيه عندما أمر أتباعه بمعاملة المخالفين لهم في الدين بالبر والقسط. قال تعالى:
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وقد ذهب الإسلام إلى أبعد مدى في إشاعة السلام وترسيخه عندما أباح للمسلمين الاختلاط بأهل الكتاب والتعاون معهم ومصاهرتهم. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. عباد الله، وإيثارا للسلام على الحرب احتمل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه الأذى والعنت ودفع بالتي هي أحسن. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي موادعته صلى الله عليه وسلم لليهود وفي صلح الحديبية وفي فتح مكة شواهد صدق على إيثار السلم على الحرب والعفو على العقوبة واللين على الشدة، ذلك لأن الحقد لا يولد إلا الحقد والبغضاء لا تولد إلا البغضاء، فالسلام أحمد عاقبة وأهدى سبيلا. أيها المسلمون، إن السلام هو الأصل وهو المنطلق، وأما الحرب فهي الخروج عن الأصل، وما أباحها الإسلام إلا عند العدوان ورد البغي، فهو لا يشتهيها ولا يتمناها ولا يقدم عليها إلا مضطرا، فهو دين الهدى والرحمة والسلام والطمأنينة. فإذا اعتدى معتد على كرامته أو بغى باغ على حرمته رد العدوان بمثله، لا يحيف ولا يجور ولا يغدر ولا يخون. فإذا كف الظالم ورجع المعتدي صافحه الإسلام عنه وأعاشه في كنفه وادعا آمنا مطمئنا على نفسه وماله وعرضه ودينه، يدافع عنه ويقاتل دونه ويرعى له من الحرمة والكرامة ما لا يرعاه أهل ملته. وهذا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني لقاء العدو والاشتباك معه رغبة في علاج الأمور بالسلم وكراهية لإراقة الدماء عند الخصومة. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فهل لأبناء آدم وعباد الله أن يثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى هداية ربهم ويعملوا على إحلال الأمن والسلام محل الخوف والاضطراب، والتفاهم والتعاون محل التخاصم والتعادي؟ اللهم إنا ندعوك باسمك السلام، أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنعم علينا بالسلام، اللهم أنت السلام فاهد قلوبنا إلى السلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا محمدٍ وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن العالم يُقاسي من ويلات الحروب، ويعاني من الصراعات، ويعاني من الصراعات التي تقع بين الأفراد والشعوب. ومن ثم يتحدث العقلاء كثيرا عن قضية السلام العالمي. وفي هذا الإطار جاءت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله تعالى للسلام العالمي، وذلك لتحديد الطرق والسبل التي يجب أن تسلكها الشعوب والأمم من أجل إحلال السلام العالمي، والعمل على نشر المحبة والتسامح بين مختلف أبناء المعمورة. فجزاه الله خير الجزاء على مساعيه ومبادرته النوعية الخلاقة التي تثبت دعائم الأمن والأمان وتحقق السلام العالمي. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق قادته وحكامه إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وخليجنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، وأعذنا من الشر فوق ما نحذر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.